طيب أبو محمد، الآن التميز اللي أنت تعرف به اليوم، خلينا نقول هل كان هو امتداد طبيعي لتفوقك وتميزك في أيام الدراسة؟ لا لا، أنا أكون صريح معاكم، في الفترة الثانوية مستواي الدراسي انخفض لدرجة أني تخرجت بمجموع 70%. هذه يعني فترة وعدت الحمد لله. فتسببت أني ما قدرت أحصل قبول في الجامعة، وما كان عندي مجال إلا معهد الإدارة العامة أني أدخل فيه. إذن بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية التحقت بمعهد الإدارة؟ نعم. كان طموحك إلى جامعات ثانية؟ يعني قدمت في كذا جامعة، بس على فكرة ذاك الوقت في أيامنا وسنيننا ما كان اختيار التخصص في الجامعة ترف مثل الحين. الحين بسهولة أنك تختار أنك تدرس طب، يعني لو بغيت تدرس طب حتى لو ما حصلت جامعة حكومية بتروح جامعة أهلية. بينما سابقا كان الموجود، خذ الموجود. وأغلب اللي كان موجود أنه الشباب يتحولون إلى كلية المعلمين. وأغلب الخريجين ذاك الوقت كانوا معلمين ويتحولون إلى التدريس. الآن احنا في ترف كبير جدا، وعيالنا الآن محظوظين جدا الحمد لله. يعني لو ما أتيحت لك فرصة الدراسة في معهد الإدارة، إيش كانت الخيارات البديلة؟ يعني أتوقع أني كنت سكرتي على البوابة. صحيح صحيح فعلا. أو أنك بديت المشروع الخاص بك من الكراج. لا لا، ذاك الوقت احنا كان أسلوبنا في التفكير الوظيفة الحكومية هي كانت الأمان، هي كانت الطمأنينة، يعني الضمان الوظيفي كان في الوظيفة الحكومية. حتى قبل إكمال الدراسة الجامعية، يعني بعد التخرج من الثانوية، كان من المعروف في هذاك الوقت أن الأكثرية تتجه إلى العمل أو لإكمال الدراسة، وإحنا نتكلم الآن أعتقد على مرحلة نهاية الثمانينات، 1987 هذاك الوقت. 1987 هذاك الوقت طبعا كان الوضع الاقتصادي العالمي عموما متأثر بسبب الحروب والمشاكل المحيطة بنا، والمملكة أيضا تأثرت بسبب انخفاض أسعار البترول وأشياء زي هذا. فالوظائف كانت في ذيك الفترة كانت شحيحة، فكان المحظوظ اللي حصل وظيفة حكومية. الآن أنت تتكلم بعد التخرج من الكلية، من معهد الإدارة. طيب 1989. أي طيب، خلينا نتكلم عن تجربتك في معهد الإدارة. أول شيء، وش التخصص اللي درسته، وكيف كانت تجربة التعلم ما بعد المرحلة الثانوية بالنسبة لك؟ طيب، معهد الإدارة كان مميز من باقي المعاهد الأخرى أن الطلاب اللي يدرسون فيه هم موظفين حكوميين على المرتبة الرابعة. وكانوا اللي يدرسون في الجامعات يحصلون على مكافأة 1000 ريال. احنا كنا نستلم راتب حكومي 2816 ريال. فهذاك الوقت كان شيء عظيم نسبيا. ما شاء الله. زين، نسبيا بالضبط 2800. هذا هو الراتب استلمته في حياتي. طبعا، وكان يقتطع منا التقاعد. فانا من سنه 1987 انا موظف الحكومه. ما شاء الله. وهذا السبب اللي خلاني أقدر أكمل 20 سنة وأتقاعد مبكر سنة 2008. ما شاء الله. أي. ما شاء الله. وكيف كانت الدراسة في هذاك الوقت؟ أعتقد أنت درست برمجة. برمجة الاسم الدبلوم برمجة الحاسب الآلي. كان في خيارات متعددة أصلاً في يعني نهاية الثمانينات كتخصصات في معهد الإدارة. يعني لو ما درست أنت برمجة الحاسب الآلي، ما هي التخصصات اللي كانت متاحة؟ كان موجود محاسبة، شؤون موظفين. طبعا الطلاب اللي يدرسون في معهد الإدارة هم موظفين المستقبل في الحكومة. بمعنى؟ معنى أنهم جالسين يحضرون موظف يشتغل في الحكومة بعد ما يتخرج مباشرة. إذن وظيفتك مضمونة. قبل 1989 كان اللي يتخرج يتوظف مباشرة في الحكومة. وش اللي تغير في سنة 89؟ اللي حصل زي ما قلنا التأثير الاقتصادي العالمي أثر على المملكة لدرجة أن
قل التوظيف جدا جدا في الحكومة. مم. وصار الشغلة الثانية ان احنا تخصصنا حاسب آلي. مم. تخصصك حاسب آلي لابد انك تعمل في مركز حاسب آلي. مركز الحاسب الآلي عادة يكون في المركز الرئيسي. مم. الدوائر الحكومية اللي في الشرقية كلها فروع، فالمراكز الرئيسية موجودة في الرياض. في الرياض هنا موجود أرامكو، سكيكو، سابك. مم. بس هذه الخيارات الموجودة. يعني ما يحصل له ياخذ في الشركات هذه بيضطر انه هو يروح الرياض، اي او انه يتنازل عن الدراسة اللي درسها ويشتغل وظيفة بالثانوية. اوه تحدي صعب كان. وهذا الخيار اللي كان الوالد جزاه الله خير سعى لي فيه، في دبر لي وظيفة في الحاسة المرتبة الرابعة كاتب في إدارة التعليم. ما شاء الله. ولو قبلت هالخيار كنت لا، حياتي تغيرت تماما. يمكن أنا لا أزال موظف في إدارة التعليم، ويعني في تفاصيل كثيرة أتوقع أنها تغيرت. أوه. بس أنا يعني مع احترامي الشديد للوالد رفضت القرار هذا. مم. وقبلت أني أروح الرياض أشتغل على الوظيفة اللي أنا درستها والمرتبة اللي أنا أستحقها. كنت تقرأ شيء عن المستقبل في هذا كل وقت؟ يعني رفضك إلى فرصة وتمسك بفرصة أخرى، كان في بالك هدف مرسوم للمستقبل؟ يعني على قد عمرنا ذاك الوقت وتجربتنا البسيطة، وأحياناً تستشير الناس. يعني أنا لما جيت الدمام كان عندي خالي الحاج محمد البحراني اللي هو أبو زوجتي، أوكي، كان هو المستشار الأول. فكنت دائما، لأن الوالد بعيد في الحاسة، فالخال كان دائما موجود، والميزة في الخال إنه كان كثيرين يثقون فيه، مو بس أنا يعني، ولا أهلنا ولا أقاربنا حتى يعني معارفنا يثقون في نصيحته. فكان بالنسبة لك مثل المستشار. نعم نعم، ودائما أرجع لهذاك الوقت، وكانت يعني ما شاء الله نصايحه كانت في مكانها. جميل جميل. يعني حتى البيت اللي احنا فيه، تصميم البيت اللي احنا فيه انه يكون فيلا وشقتين اضافيتين، هذه من نصايح الخال محمد. اتوقع محظوظ اللي يحصل شخص يعني يرشده الى اتخاذ القرارات الصحيحه. صحيح. وهو في سن مبكره. هل في اشخاص اخرين ممكن نقول تاثرت بهم او استفدت منهم في مرحله الانفتاح على الحياة ما بعد التخرج من الثانوية أو ما بعد التخرج من معهد الإدارة؟ لأن فعلا هي مرحلة خلينا نقول مصيرية، أن الشخص يختار الجهة اللي بيشتغل فيها مثلا لعشرين أو ثلاثين سنة. يعني كثيرين لهم فضل علي، ويمكن لو عدت أشخاص الآن راح أنسى كثيرين، ولكن الله لا ينسى. جميل. أجر المحسنين. جميل يعني. جميل. أوكي. خلال دراستك أبو محمد في معهد الإدارة كانت لك بحوث دراسية أعتقد في ثلاث مجالات. المجال الأول في العنصر البشري في الحاسب الآلي، والوظائف في مركز الحاسب الآلي، وأتمتة المكاتب. هذه ممكن لو حدثنا عن يعني هذه الدراسات. طبعا هذه كانت بحوث كمتطلبات لمواد كنا ندرسها، وربما المواضيع هذه اللي نتكلم عن العنصر البشري، الموارد البشرية، ونتكلم عن الاوتوميشن، الأتممة الإجراءات، اني بديت فيها بحوث من البداية يمكن صار لها تأثير علي في المستقبل. فالجيد أنا في فترة طويلة من حياتي قضيتها في إدارة الموارد البشرية وفي إدارة الرواتب خصوصا. وكان دائما نسعى أن احنا نمكن الإجراءات. يعني كان أنه المدير يوقع على المعاملة، كان هذا الشيء إلزامي، شيء كبير جدا. لما المدير يمسك القلم ويوقع، يعني دخلنا في إجراءات طويلة إلى أن وصلنا أن احنا نطبع التوقيع طباعة، سوينا الاسكان وصرنا نطبع. وكان مقبول لا بأس، يعني مع أنه كان في ناس تعارض أن هذا ممكن يتزور، أن هذا ما أدري كذا.
فدراستي للحاسب الآلي في المعهد وتركيزي في البحوث على الأشياء اللي هذه لها علاقة بالأتممة كلها أعتقد أنها أثرت علي في المستقبل. جميل.